بداية القيام ديالي بالإصلاح كون أن عندي ضرر من طرف الجار بطبيعة الحال. هذا الحيط اللي ديما تنهضر عليه اللي جا في القبلة أو في الشمال، في اتجاه ديال الشمال، هاد الناس ما عندهمش الحيط ديالهم، لأن بالنسبة ملي تنقولوا المناطق اللي تيكون شعبية أغلب الناس ما تيديروش الحيوط هذا في السابق، وبالتالي لأن كان هذا الحيط وهما شاركوه معايا وكانوا داروا الساروت على الحيط ديالي، مما اضطرني ان على الاقل اللي بيري واحد الحيط يبقى الحيط ديال واحد، ما يمكنش غادي سيبورتي دار اخرين. يعني انا حيت تسمو خاصه الناس ان بطبيعه الحال هذا المنزل هذا راه هو قايل السقوط والورثه ديال المبنى دايرين بطبيعه الحال جميع الاجراءات ديالهم، وكذلك بالنسبه للمفوض القضائي للتبليغ بطبيعه الحال للمكتارين داخل هذا المبنى. يعني هذه المساله كانت اصلا ضروريه، فيها حياه ارواح بشريه، يعني ما يمكنش نغامر بحياه ديالي وحياه ديال ناس اخرين اللي معايا. هذا كان بطبيعه الحال هو يعني هذا هو الدافع الاساسي لتغيير هذا الحائط. اما بالنسبه للمنزل فقد كان منزل، كانت طبقه اولى، يعني كانت طبقه، يعني كانت عندنا الغيط شوسي وعندنا البرومي، حتى في الاحصاء اللي دار في 2014 عفوا راه كانت تحصات على اساس انها منزل، لان المتابعين ما تيعرفوش الكرماء ان تيعتقدوا بان انا مني الراسي تصرفت وتنبني في العشوائي، وهذه راه تقريبا الجيره كلها ولا حتى في المغرب السكن اللي كان شحال هذه قبل ما يكون، يعني الا خدينا بطبيعه الحال المراحل الاولى اللي كان فيه المغرب راه كانوا الناس كيبنيو بهذه الطريقه، ولكن من بعد ما جات بطبيعه الحال وزاره الاسكان والتعمير اصبحت تتوضح ضوابط خاصه بالنسبه للتيران اللي تيكونوا نيو. اذا كان هذا هو التفسير ديالي انا لهذا، لذلك انا قمت بالرخصه ديال الاصلاح، ولكن انها قوبلت باسلوب اللي هو همجي قمعي، ما كاينش فتح ديال الحوار فيها، ما كاينش تبليغ كذلك او اجراء اتخاذ اي اجراء اللي هو قانوني. هذا هو يعني الاشكال اليوم تناقش لماذا لم يتخذ في حقي اجراء قانوني، وكانت المساله تعسفيه وبالتالي كانت غير مشروعه وكانت يعني اخذت هذا المنحة. هذا السبب الاول. شنو التعسف اللي تعرضت؟ التعسف اللي تعرضت ليه هو ان الغياب ديالي في المنزل والغياب ديال الاخت والدخول للمنزل هذه حرمه، وكتعرف بان المنزل لها يعني للبيوت اسرار، يعني ما بقاش انا عندي سر، بمجرد ان تيطلعوا هاد الناس للدار ديالي في الغياب راه هذا في حد ذاته تعسف واستعمال ديال الشطط. الا كنا كنشوفوا الدستور المغربي فهو ارحم في هذه القضيه، لان قضيه التبليغ في حد ذاتها ولو انها ضد مثلا يعني في حق مرتكب المخالفه فتعتبر رحمه، علاش؟ لان تيكون فيها تهيئ نفسي بطبيعه الحال قبل الهدم، هذه الا كان الهدم، ما تنهضروش على المخالفه يعني الماديه وزجر المخالفات عبر المحاكم. دونك هذا كان التعسف. كذلك اخذ ما ليس له علاقه بمواد البناء. انا دائما تنأكد على هذه القضيه، ان اللي تنعرف انا يعني عبر اجراءات اللي تدار وعبر حتى بطبيعه الحال الاستشاره ديال الناس اللي في الميدان، ان راه كيتخذ الادوات ديال العمال، ما يعني هي الدور هنايا هو ايقاف الاشغال. هل اللي دار هذه العمليه هو السيد القائد يعني في منطقه النفوذ ديال التشيره الدائره او الملحقه الاداريه جوج، بحضور بطبيعه الحال القوات المساعده جوج ديال الاستافيت، بحضور يعني الشرطه الاداريه يعني في الشاحنه ديال البلديه، بحضور اعوان السلطه اللي هما حتى ماشي اعوان ديال الحي، يعني باقي الاعوان في الاحياء الاخرى. هذه هي اللي كانت، وكانت واحد البهرجه. يعني لماذا كل هذه القيامه باش دار؟ لان بمجرد انا تنمشي من اجل ايجاد حل او على الاقل استفسار عن سبب القيام بهذا الامر، ولكن تتلقى واحد الرد اللي تيكون عنيف، ما تنتلقاش حتى الحوار، نقول لهم مساله الحوار ما كايناش. هو ملي تيقولوا انتهى الكلام، انتهى الكلام دليل على القمع وعلى
يعني غياب فن الحوار او التخاطب مع المواطن، لان القائد هنايا هو الدور ديالو هو بطبيعه الحال تدبير الشان المحلي. دائما قلنا لما تسمح به الظروف، اذا كانت انا عندي هذه النازله ولا هذه الواقعه يجب ان تخضع لسند قانوني يكون فيها الحمد لله كاين مساطر قانونيه وكاين بزاف المسائل. القضيه ديال القمع فيها التسلط، فيها المبالغه في السلطه، في استعمال السلطه، لان هذا الشيء اللي تتشوفوا دابا كانه حرب الى اخره، راه فيه واحد النوع ديال المبالغه. الا كنا تنقولوا السلطه بمفهومها، هذا التمثل اللي عند السيد القائد اللي هو تمثل خاطئ. الا كانت السلطه بمفهومها اللي تنعرفوا ان السلطه يجب ان تكون بين الشده واللين حسب واقع النازله وبما يقتضيه القانون، هذه الاولى. الحاجه الثانيه ملي تنقولوا حتى الحريه في اتخاذ القرار، يعني القانون يمنح له واحد الجانب ديال الحريه، ولكن الحريه بطبيعه الحال بدورها مقننه، يعني الحريه ان تكون بطبيعه الحال حريه اتخاذ القرار فيما يناسب انا الوضعيه ديالي ما تتناسبش مع وضعيه مواطن اخر وهكذا. نجيو الى كنا تنقولوا هذه المسائل، الحمد لله المغرب قطع محطات يعني في المجال الحقوقي، في المصادقة على التوصيات الدولية، في الاختيار البروتوكولي، في بناء دولة ديمقراطية التي يسودها الحق، دولة الحق والقانون تحت السيادة السديدة للملك محمد السادس أعزه الله ونصره وأدم الله عمره. إذا إذا كانت هذه القضية رحنا قطعنا مع سنوات الرمي والرصاص، الجمر والرصاص. دونك هنا رحنا المغرب الحمد لله حداثي، منفتح على العولمة، منفتح على الدول. إذا كان الناس اليوم ما تيخرجوش ماشي حيتاش راه كانت نسبة الفقر عالية، ولكن الأمية بدأت بطبيعة الحال تنتشر بشكلها الواسع. ملي تنقولوا ان الواحد ما تيخرجش للمنابر الاعلاميه لان بطبيعه الحال المجابهه خاصه في هذا الوضع ديالي مع السلطه الى اخره، الناس شويه تتخاف، وبالتالي ربما حتى الجهل ببعض الامور او القوانين الى اخره. الخروج ديالي كان هو طرح هذه القضيه امام الراي العام، كذلك بالنسبه وضع حد مثل هذا الخرق والانتهاكات في المجال الحقوقي. الرساله ديالي اليوم اللي تنوجهها الى الملك ديالنا محمد السادس بطبيعه الحال، اللي بغيناه دائما وهو دائما تيوقف بجانب المواطنين وبجانب بطبيعه الحال الانصاف ديال المواطنين في هذه المسائل. الحاجه الثانيه اللجوء الى القضاء بطبيعه الحال عبر اتخاذ بطبيعه الحال مجموعه من الخطوات، اولها كاين رفع ديال الشكايه للسيد الباشا، رفع كذلك الشكايه الى السيد عامل عملة انزكان اي تملول مرفوقه بمحضر مفوض قضائي وبموارد رقميه الدي في دي وبصور ملتقطه من عين المكان. كذلك لنا امل في القضاء ديالنا المغربي النزيه، ان لان ما اصابني من اثر نفسي ومادي ومعنوي له تاثير على حياتي الاجتماعيه وعدم الاستقرار، وكذلك موازاة مع ممارسة ديالي المهنية اللي بطبيعة الحال إلى اليوم أنا تنخرج العمل ديالي كيف قلت أكثر من مرة بأن في حالة مرضية، حالة متدمرة إلى آخره. يعني حتى بالنسبة إذا لم يتم إنصاف رجل التعليم أو نساء ديال التعليم في هذه المسألة، وكنقول ماشي غير رجال ونساء التعليم، كل مواطن بطبيعة الحال أنوب عن نفسي وعن جميع المواطنين في هذه المسألة، يعني الكل متفقون حتى بالنسبة للعالم بأسره فمتفق على الحق، إقرار الحق بطبيعة الحال وإزهاق الباطل. بطبيعة الحال الوثائق، إذا من جهة الوثائق عندنا هنا الرخصة ديال الإصلاح كما هي مثيلة أمامكم، وهنا بعد ما تم الهد يوم 4/9 التجأت بطبيعة الحال بداية ديال الإجراءات القانونية، هذا محضر ديال المفوض القضائي وفيه بطبيعة الحال الصور مرتبط بالصور